باسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. اهلا يا شباب، وحلقه جديده من سلسله حلقات الزمن الجميل. والحلقه بتاعت النهارده هنتكلم فيها عن الملايه. هاي الملايه دي حاجه مهمه جدا، مش بس عشان نفرشها على السرير على المرتبه، او علشان ممكن حد يتغطى بيها لما يكون نايم او يبرد ولا في دبان ولا ناموس في مؤتمراتنا. لا، الحقيقه هي ليها رمز جميل جدا، وانا خدت القصه دي من سفر التكوين، من القصه بتاعت نوح وولاده. والفكره ببساطه ان نوح بعد ما خرجوا من الفلك وهو نايم، الاول كان زرعين عنب جديد وهم يعرفش العنب ده ايه تأثيره، فظهر العنب خمر شوية، شرب منه ولا اكل منه بزيادة، فبص لقى نفسه دروخ وزي سكر يعني. وكان عنده 3 ولاد، حام وسام ويافس. وبعدين الاب وهو نايم يعني رجليه اتكشفت، فحام ابنه وهو معدي بص كده على ابوه، لقى ابوه عريان، قام قعد يضحك وراح على اخوات قال لهم تعالوا اتفرجوا ابوكوا، ابوكوا بيعمل ايه، ابوكوا اتعرى. فسام ويافس قالوا لا عيب، ايه الكلام بتقوله ده، وراحوا جايبين ملاية، وكل واحد مسك طرف من اطراف الملاية من الطرفين كده، واحد مسك الملاية من هنا والتاني مسك الملاية من هنا، وخدوا بعضهم ومشيوا بظهرهم خطوة 2 3 لغاية لما جم عند ابوهم، وراحوا مغطيين ابوهم. الفكرة دي فكرة جميلة جدا، والقديسين عملوها باشكال مختلفة. فكرة أستر على غيرك، لما غيرك يتكشف قدامك، لأقصد الجسد طبعا، الجسد طبعا دي حاجة مهمة، لكن لو اتكشف أي ضعف فيه، اتكشفت أي خطية، شفت حاجة مش كويسة فيه، أنا أعمل إيه؟ هل هسلك السلوك بتاع حام واخد اللي عمله ده وأقعد أحكي قدام الناس وأضحك الناس وأعرف الناس بالأخطاء بتاعته، ولا هستر عليه؟ قديس أنبا موسى الأسود كان يشيل الشوال الرمل على ظهره وخرمه من تحت، يقول لهم أنا شايل الخطاياي ورا ظهري وانتوا جايبيني أحاكم حد. أبو مقار كان يجيب يلاقي الأخطأ ده مثلا سبب الخطية بتاعته تحت مجور، يروح قاعد على المجور عشان ما حدش يقدر يقول له قوم يا أبويا. القديسة أنا سيمون، قديسين وقديسات كتار جدا جدا في أباء الكنيسة وسير القديسين يحكوا لنا عن قد إيه الستر ده جميل. هقول لكم على حاجة دايما كده، أنت أستر على نفسك وربنا بيستر علينا كلنا، وأستر على غيرك. يلا بينا نجرب الفضيلة الجميلة دي، خليك دايما ساتر على غيرك. يقول كده هوت، جرب تستر على غيرك وانت هتلاقي نفسك بتقرب من زمن جميل جدا 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 جدا، ربنا يفرح قلوبك.